السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين يا شباب؟ يا رب دايما كده تكونوا بصحة وبخير وبسلام. في فيديو النهاردة هنتكلم وهنرجع تاني لأخبار مواقع الاستثمار، والفقرة اللي انتوا بتحبوها بتكون ملخص لآخر أخبار مواقع الاستثمار. طبعا كنا الفترة اللي فاتت متجهين طبعا لشرح منصات التداول وسلسلة تعليمية للعملات الرقمية والمصطلحات والكلام ده، ومكملين فيها إن شاء الله. لكن ده ما يمنعش برضو إن في قطاع كبير جدا ومهم جدا مهتم بمواقع الاستثمار، فما نقدرش ننساه. طبعا في الفيديو النهارده هنتكلم عن موقع اي اي ماركتنج وكريبتو تريد فول واي كيو اريبيان وعرب لافريج وولف ستريت ولوجيك برو، وكمان في نهايه الفيديو نصيحه مهمه جدا جدا جدا. تعالوا نروح لموقع اي اي ماركتنج. ده بالظبط طبق مثال، يعني اطلع من نقره لدحديره ومن فخ لفخ والخ الخ. ده بالظبط وضع الشركة. مفيش أي أخبار طبعا عن السحب، محدش يقدر يقول لك أي خبر عن السحب، وأي اجتماع بيبقى موجود زي ما احنا عارفين ما تتكلمش في سحب، زي بالظبط كده فكرة الحظر لو تفتكروا، خلاص اتطرمخ عليها، مفيش حاجة اسمها حظر دلوقتي ولا بيتفتح ولا نفس الفكرة. السحب برضه محدش يفتح معانا السحب، فلا يوجد أي أخبار عن السحب، وإنما يوجد أخبار عن المشمش والبطيخ. ده بالنسبة لـ AI Marketing. تعال نروح لموقع كريبتو تريد فول. كريبتو تريد فول يعني على اخر مره تواصلت مع الادمن كان النهارده، احد الادمنز يعني، سالته عن السحوبات ورجوع الموقع للعمل بشكل كامل. قال لي ان شاء الله يوم 15/12 اللي جاي بناء على كلامه. ده بالنسبه لكريبتو تريد فول. وطبعا الموقع كان اوف لاين، دلوقتي الموقع رجع اشتغل تاني، ودي خطوه من الخطوات. كمان في دايما كده، معرفش ليه دايما المواقع العربية لما بيحصل فيها مشكلة لازم يحصل حوارات، يعني ما حدش بيطلع يواجه بطريقة سليمة بطريقة مباشرة. انت خلاص انت راجل مكمل، ما نصبتش ما قفلتش الموقع، اطلع واجه كل يومين ثلاثة خبر، طمن الناس، اطلع اعمل بيان، لان الناس حاطة فلوس في مواقع. انت ما نصبتش خلاص، اوكي حق الناس عليك بقى ان انت راجل محترم ومش نصاب ومكمل. اطلع كل يومين ثلاثة ادمن ينزل بيان، ينزل رسالة، كذا شغالين كذا كذا، في اي موقع عموما. يعني الناس مش حاطة عندكم يعني ملاليم، يعني دي فلوس، في ناس كتير حاطة فلوس كتير. ونتمنى ان شاء الله الموقع يرجع لسابق عهده. بالنسبة لموقع اي كيو ارابيان، طبعا كلنا منتظرين تنفيذ القرارات الأخيرة. طبعا لو انت ما انتش عارف القرارات الأخيرة، روح تابع الفيديو الأخير بتاع اي كيو اريبيان اللي نزلته على القناة. كلنا منتظرين تنفيذ القرارات اللي المفروض على كلامهم هتتم خلال أول أسبوع في شهر 12. النهاردة احنا 1/12، يعني على حسب كلامهم الأخير هيتم إرسال سحوبات شهر 9 وباقات تريد ويز ادمن من يوم 1 إلى 7/12 بدء. ما تخليناش ارسال كلها، بدء من يوم 1 إلى 7/12، ده على حسب كلامهم في اخر محادثة او اخر قرارات، على ان يعود الموقع بشكل كامل يوم 1/1/2022. ده بناء برضو على كلامهم، انا مش بجيب كلام من عندي. ده بالنسبة لموقع اي كيو اريبيان، ونتمنى له طبعا يرجع، لان في ناس كتير جدا مستثمرة في الموقع ده، فنتمنى يرجع لسابق عهده. تعالى للموقع الرابع معانا. انا طبعا مش مستثمر فيه، لكن برضو الناس بتسألنا عليه كتير، عرب لافريج. بيقولوا ان هم هيعملوا مكالمة صوتية يوم 2/12، يعني بكرة ان شاء الله، هيتم شرح فيها اخر القرارات والمستجدات، وبيطلبوا من المستثمرين ارسال معرف التليجرام واسم المستخدم وعنوان البريد الالكتروني اللي انت مسجل فيه في الموقع للدعم في رسالة واحدة، وهيعملوا المكالمة هتكون مهمة جدا باخر القرارات والمستجدات. طبعا بيبقى بدل في مكالمة وان هم اخروا السحوبات وقفلوا وخلوا من اسبوع الشهري، توقع دايما بيبقى فيه خسارة على طول من غير ما انت تفكر حصلت خسارة، لان يا جماعة المواقع دي كلها شغالة في التداول، وارد المكسب والخسارة. فدي اخر اخبار عرب لافريج. تعالى للموقع وولف ستريت. الموقع وولف ستريت لحد الان انا مستثمر فيه نموذجي لحد الان،
وقت تصوير الفيديو. الموقع تم 78 يوم في سحوبات يومية بقيمة 27,527 دولار. سحوبات النهاردة أو السحوبات بشكل إجمالي 2,513,213 على ما أعتقد، أنا قريت رقم صح، و 13,800 مستخدم في 78 يوم، وده رقم كويس جدا جدا. الموقع لحد الآن شغال معانا في السحب والإيداع كويس جدا. طبعا الناس اللي دخلت معانا في الأول في الموقع ده، انت خلاص انت بدأت كده بقالك أسبوعين أو ثلاثة، انت بتتكلم في ان انت بتسحب أرباح بس ده. ونتمنى طبعا لموقع ولف ستريد الاستمرارية. طبعا الموقع ذاع صيته، اتشهر شهرة كبيرة جدا من أول موقف عمله مع الناس في الموقع القديم اللي هو بيت هانتر، ورجع فلوس الناس القديمة. بعد كده فتح موقع، الناس بقى راحت له بناء على السمعة القديمة، والراجل ما شاء الله عليه لحد الآن حاجة ممتازة جدا 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 جدا. نتمنى البوشي طبعا الاستمرارية، وبوشي طبعا صاحب الموقع الاستمرارية، ويكمل أطول فترة ممكنة. تعالوا نروح للموقع الأخير، وهو موقع لوجيك برو. الموقع ده أنا حرفيا ما كنتش أعرفه، يعني أنا اتفاجئت لما قعدت أبحث عنه. الموقع اتفاجئت فعلا، بقاله 1020 يوم، كمية مستخدمين وسحوبات وإيداعات رهيبة جدا. استثمرت فيه دورتين ما شاء الله في السحب والإيداع، حاجة محترمة جدا. طبعا انا شرحته قبل كده وقيمته، ان نقطة تخوف الناس كلها ان المواقع دي في وقت بتقفل، يعني الف بعد ما بتعدي الالف او قبل الالف بشوية بتقفل. فاحنا دلوقتي بقاله 1020 يوم انا مستثمر فيه، ايوه مستثمر فيه. السحوبات بتوصلني ما بتكملش ساعتين او ثلاث ساعات، لكن اعرف برضو ان هو مخاطرة. عموما كل مواقع الاستثمار لازم تبقى عارف ان مواقع الاستثمار كلها مخاطرة ايا كان الموقع، لكن الموقع الى الان اداؤه ممتاز وفوق الممتاز كمان. نصيحة اخيرة من وجهة نظري، لو انت مدمن بقى مواقع استثمار ومش قادر تتخلص من العادة دي، ومش عاوز تبدأ معانا ان انت تتعلم تداول، هقول لك حاجة، يعني حاول تختار وتبحث عن الموقع الاستثمار، ولازم تعرف قبل دخولك فيه ان هو مكسب وخسارة. يعني ما تدخلش واهم نفسك ان هو مكسب بس. نقطة دخولك في الموقع، يعني انا شايف بقى من تجربتي انا كلها في مواقع الاستثمار، نقطة دخولك في الموقع يا اما تدخل الموقع في اول يوم، لان لو موقع لو عنده نية للنصب مش هيكون لسه بقى لم فلوس والموقع اتشهر في الاول فهيدفع لك، فهو هياخد بالظبط يكون شهر شهر ونص ويجي قافل ونصب خلاص. طيب طب موقع صادق بقى، وطبعا بعد ما تبحث عنه والكلام ده كله لازم يبقى في بحث دقيق وتشوف ده وتسأل ده، بعد 3 شهور واربع شهور كمان لو الموقع ده استمر ولقيت الناس بتروح له وبتتكلم عنه كتير وان هو ما عليهوش مشاكل، اعرف كده ان هو موقع ممكن يكمل معاك فترة اطول من دي كمان، لانه كده يعتبر مر بظروف السوق، خسر وكسب وعدى، وبرده السحوبات ما بتتأخرش، فانت تقدر ساعتها تدخل الموقع. طبعا مش هضمن لك الكلام ده بنسبة 80-70%، لكن ده بناء على خبرتي في المواقع كلها اللي انا دخلت فيها، والحمد لله في الاغلب بتنجح معايا الطريقة دي. اتمنى يكون الفيديو النهاردة عجبكم. طبعا انتوا ناسينا طبعا في اللايك والشير والسبسكرايب والكومنت، ولا حد بيعمل لايك ولا شير ولا سبسكرايب ولا كومنت، وانا بدخل في الموضوع على طول وما بطلبش، والريتش بتاع القناه وقع بسبب ان انا ما بطلبش لا لايك ولا شير ولا كومنت ولا سبسكرايب، خلاص انا مش هطلب تاني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.